سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام. برعاية مجمع الشروق وشركة رامي ومن تنظيم شركة ومضة، عم يزيد يزور مدن الوطن. هذه المرة سيحط الرحال بمدينة زيامة من سوريا لأول مرة، وهذا يوم الأربعاء 29 أوت بملعب التنس على الساعة 6 مساء. أما الخميس 30 أوت على الساعة 6 مساء فيكون الحفل بالملعب البلدي العقيد عميروش بوسط مدينة جيجل. الدخول مجاني للأطفال وأوليائهم، كونوا في الموعد. جيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا. فالعم يزيد يرحب بكم. والله غير اخويا غير حاجه كبيره بزاف خويا، انا بربو والله الله يبارك. سولي كنت شكون كيما قال لك، دار حاجه مليحه دار اشخاصهم. الدخول مجاني للاطفال واوليائهم، كونوا في الموعد. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد، حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص، كل الحفلات، كل اللقاءات الصحفية وأكثر.